والآن مع أخبار الطقس في مصر والعالم مع آية الكفوري. إليك آية. شكرا لكم مجددا، والآن نتعرف على أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية المختلفة. نبدأها معكم من القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، الإسكندرية 31 25، مطروح 31 24، بورسعيد 32 27، والإسماعيلية 36 24. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 35، الصغرى 25، العريش 32 25، طابة 36 26، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، الغردقة 39 29. نذهب بعدها أيضا مشاهدينا إلى الأقصر العظمى 43، الصغرى 26، أسوان 43 29، الوادي الجديد 42 27، وشلاتين 41 28، حلايب أخيرا العظمى 38 والصغرى 27. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، ونتابعها الآن.